زور او اكزاير هو واحد من التريدرز القليلين اللي في اللعبة تقدر تجيب من خلالهم الاكزوتيك انجرام بسهولة. بيديك اول حاجة ميشن هنا او كوست، بس دي متاحة للفورسيكن. والتانية بتبقى برضو ايتم تقدر تستخدمها من عندك، تبقى حاجة مميزة شوية في النايت فول ستراكس والحاجات اللي زي كده والتشالنجز عموما اللي موجودة برضو في النايت فول. تاني حاجة في عندك اكزوتيك جير واكزوتيك ويبن بس، وتلات قطع اكزوتيك وجيرز بتلبسهم لكل كلاس من الكلاسز اللي موجودة، بيبقى جير معينة خاصة بيه. يعني ده هنلاقيه خاص بالهانتر، ده خاص بالتايتن، ده خاص بالورلوك. في بعض الأحيان بيبقى في ايتمز مش متاح انك تشتريها غير اما تبقى مشتري الإضافة المعينة اللي هي بتاعتها زي الفورسيكن أو شادو كيب وهكذا. بنلاقي عندنا الإكزوتيك إنجرام دي بتبقى متاحة إن أنت تقدر تشتغل عليها أو تعمل لها كليم ب97 لجندر شريد. الأيتمز اللي بتنزلها بشكل عام أو اللي بتنزل بشكل عام على زر دي الأيتمز اللي هي المستقبلية اللي بتبقى موجودة أو اللي هتنزل بعد كده معاه في التريدنج اللي بيبقى موجود بره. دي الاكزوتيك ارمر اللي بتبقى متاحة في الانجرام في الوقت الحاضر، ودي الاكزوتيك ويبن اللي بتبقى متاحة في الانجرام في الوقت الحاضر. بندوس على كليك يمين عشان تبين لنا ايه الحاجات اللي موجودة عشان تقدر عشان اللي ممكن تنزلك في الانجرام، ونفس الموضوع برضو بالنسبة للويبنز. ودي الحاجات الاساسية اللي موجودة في زر واللوكيشنز بتاعته ومجموعة من اللوكيشنز. You fear nothing, Titan. That is good. معين بينزل في التاور ونسس واي او وتايتن وارس، دي الاماكن اللي بينزل فيها بشكل اساسي. وكل لوكيشن هوضحه بالتحديد بدايه من الارس، بعد كده اي او، وبعد كده بالترتيب اللي كان ظاهر. It is silent in your head, human. Is it not? يعني كل مره بينزل بلوكيشن مختلف عن اللي قبل منه، بس مش بالترتيب اللي انا هقوله ده، من وقت للتاني بيتغير الترتيب. أول مكان بيظهر فيه هو الإرث، ويندين كيب، تاني مكان هو بينزل فيه هو اي او، بينزل في النقطة دي. بعد كده نبدأ نتحرك في النقطة التانية. These are from the Nine. ثالث مكان بينزل فيه زر هو تايتن، بينزل هنا. المكان اللي بيظهر فيه بعد كده هو نسس، بينزل في المكان ده، هو موجود هنا فوق السفينة دي.
بقى موجود في المكان ده. وده اخر مكان المفروض ان هو بيبدا يظهر فيه هو التاور. بننزل هنا وهو موجود هنا عند الهانجر. In a million other times, strength attracts strength. Surely that is why. I'm not going to make it.